هل هذا التصرف صحيح؟ هيا وفطامي وتناهي القمرة، كل وحدة تفرد في مزاياها، وسارة مع طير نجمة مع بدرة، ولولو مع نجود الروح وملفاها، ولولو مع نجود الروح وملفاها. معقولة دينا ما تفتح لنا الحين؟ ليش ما فتحتوا الباب؟ أنا من متى أنتظر؟ بابك انتهت، أنا فوق. حنان جت، تعالي. أريد ماي. أنت تعرفين وين المطبخ؟ ليش دانا تغيرت أول ما تعرفت لصديقتها الجديدة؟ ليش نسيت مدخلتها؟ هل هذا التصرف صحيح؟ أنا بخير. أيوة يا طيب، أنا تعرفت على صديقتي جديدة اسمها حنين، وهي قالت لي إن هي بتجي بكرة. ما شاء الله حلو، أكيد أنتي ولولو مستمتعات. ها لولو؟ ما أعرف ما أعرف ما أعرف ما أعرف. أيوة لولو، شوفي هالولو.
في خدك في انت تكوتيزو ايوه صدقت حاجه جات طيف كيفك يا طيف بقول لك شيء دانا تغيرت وايد وما عاد تهتم ببنت خالتها وصارت تفكر في صديقتها الجديدة لا تزعلي حبيبتي لولو انا ضروري اكلم دانا لان هالشيء غلط ما في داعي يا طيف ما في داعي تكلمينها انا ما عاد بجي عندها وما ببعد عنها لا يا لولو احنا اخوات وصديقات خليني اتصرف العابك حلوه يا دانا ايوه تعالي عندي كل يوم اوكي يا دانا تاخرت على الوقت الحين المفروض اروح البيت اوكي صديقتك حنين خلاص راحوا بيت بعيد ما اتوقع بتجي ثاني مره يعني انت بتضلي بدون صديقه ليش معي لولو شو يا دانا ما انتبهتي انك زعلتي لولو وخليتيها وحيده لولو ما تريد تكون صديقتك لانك انت تركتيها وما فكرتي بمشاعرها اوكي يا طيف انا بروح اعتذر لها انا سويت كل هذا لولو انا اسفه والله انا اخطات سامحيني واعتذر منك ترى ما اعرف شو اقول لكن لا تنسي الناس اللي يحبونك من اجل الناس يكونوا معك فتره ويروحوا انتي بنت خالتي وانتي اقرب صديقه انتي بتظلي بنت خالتي واقرب صديقه وانا من الامتحانات ما جاء